فأنا عن بقول أحداث العباسية. ما حدث هو تماما ما قيل بين السطور في المؤتمر العسكري قبلها بيوم. هم قالوا أيدينا نظيفة من دماء المصريين مع عند خلاف ما تم خلال عام. ربما يقصد في الحديثة الأخيرة، لأن طبعا من قام بقتل المصريين في العباسية هم ميليشيات غير رسمية غير نظامية مرتزقة تشبه أشبه ما تكون بكتائب القذافي كما أسلفت. فتم تأديب هؤلاء المعتصمين خلال أسبوع وقتل منهم المئات. يعني أنا قيل لي 260، قيل أكثر وقيل أقل. قتل؟ نعم قتل بس من المعتصمين. 260. نعم. بس برضو من يعني أنا مش متأكد طبعا، بس الأرقام اللي جات قدامنا النهاردة كنت برضو بقرأ خبر إن في 140 مصاب وفي شهيد من الجيش. نعم هو يعني شوف حضرتك، هو كلها دماء مصرية. من يرضى بهذا؟ نحن حاولنا في خلال الأزمة تشكيل لجنة، للأسف الناس يعني لا ترد علينا سريعا. حاولنا تشكيل لجنة للحفاظ على سلمية الثورة المصرية. الناس مين؟ الناس يعني اللي احنا اتكلمنا معهم يعني لا بعض النخب والقيادات الفكرية والدينية وغيرها. لا بيقول عليها الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا. لا والله والله الحياة فيهم. يعني أنا اتصل بي سعادة الدكتور وحيد عبد المجيد لإنقاذ الأزمة أمس، وعدد آخر كثير من الناس، الدكتور صفوت حجازي، الدكتور صفوت عبد الغني، الدكتور طارق الزمر، كل هؤلاء كانوا حريصين على وقف نزيف الدم، الأستاذ ممدوح إسماعيل وآخرون. جرت محاولة بالفعل تشكيل لجنة عاجلة للحفاظ على سلمية الثورة والنزول في العباسية لحقن الدماء وفض الأزمة، لكن الأحداث كانت أسرع كثيرا جدا. وانت تتصور الناس الأفاضل دول عندهم قدرة على أنهم أو قوة يقدروا بيها يوقفوا نزيف الدم؟ حتى لو لم يكن نفعل ما نستطيع. يعني يعملوا إيه؟ ممكن نعمل ايه؟ والله بلاش هم، انا مثلا الدكتور هاله وحضرتك، نحن كنا نريد يعني اقول لحضرتك التحريض، وانا يعني لا احسب ان هذا سر. التحريض كان موجود منذ 13 4، ومن قبل 13 4 انا طلعت على منصه الاستاذ حازم ابو اسماعيل في شخصيه مسك الميكروفون، شخص ما هو شخص ده معتقل الان في الاحداث الاخيره، ووجدت هذا الشخص يحرض على الدماء وعلى العنف وعلى كذا. فسألت الأخ الماسك المنصة، مين ده؟ من الذي أعطى لا أنا عارفه. عارفه أنا عارفه كويس. مين اللي أعطى الميكروفون للشخص ده؟ قال لي والله ما أعرفه. قلت له زي ما تعرفوش وتديله الميكروفون يتكلم الكلام ده. فأنا أخذت الميكروفون من هذا الشخص وقلت أنا لا أؤيد هذا الكلام كله، والكلام ده كله فخ منصوب لكم لإراقة الدماء ولإخراج الثورة عن مسارها السلمي بذريعة حازم أبو إسماعيل. بدون سؤال عن اسمه، هل ده بحسن نية ولا بسوء نية؟ يعني هذا الشخص عندي واحد بيقول دماء يبقى حسن نية زي لا والشخص ده أنا عندي أنا عارفه من قبل كده. أنا يعني لا أثق كثيرا في توجيهاته للناس إلى هذا الخط. ففوجئت أن الأخ اللي ماسك المنصة لا يعرف هذا الشخص أصلا، ما أعرفش هو مين. فانا اخذت الميكروفون وعكست الكلام تماما. جميع الناس اللي واقفين تحته كانوا من انصار حازم واسماعيل، هتفوا سلميه سلميه. فانا بستغرب بالفعل الكلام اللي تم ترويجه. فيه ملحوظه مهمه لازم اقولها، فوجئت ان كل ما اكلم حد الناس كلها اشيع عندها اشاعه من مصادر خاصه. انا شخصيا اتصل بيا مصادر خاصه برضه. أيوة. مصادر خاصه ما اعرفهاش. يعني شخص بيتصل بيا بيقول أيوة يشيع ان هناك اسلحه وان هناك اسلحه في الاعتصام في العباسيه وغير ذلك، وانا اؤكد ان هذا الكلام عاري عن الصحه تماما وكذب محض وتم ترويجه في وسائل الاعلام كثيره. وجدوا اسلحه في مسجد النور، الجيش وجد يعني اسلحه في مجلس انا لا اظن النور. انا لا اظن مطلقا. انا الكلام ده ما ارابني فيه ان انا وجدت اشخاص بيتصلوا بي يؤكدوا ان هناك اسلحه، وكل ما اكلم حد من الشخصيات اللي انا ذكرت اسمائهم او غيرهم اجد عندهم نفس المعلومه. فبالتحقيق من الناس اللي راحوا هناك عند الاعتصام وقعدوا في وسط الناس اكدوا ان الناس لا يمتلكون الا الطوب اللي هم مكسرينه من الرصيف فقط، وده دلت عليه الاحداث. يعني امبارح لما الجيش اقتحم واجتاح العباسيه، اين هي الاسلحه؟ اين هي ترسالات الاسلحه اللي قالوا ده هيهاجموا بها الوزاره؟ فين هي؟ فين ما طلعتش ليه؟ اما كونهم، انا هقول لحضرتك على حاجه تانية، تم القبض على 6 البلطجيه في العباسيه. في احد المجندين اللي توفي النهارده رحمه الله واسكنه شهيد، خد الرصاصه في راسه ولا في بطنه، اظن خد في بطنه. طيب ده بقى من الجيش. ايوه الجيش هيضرب نفسه بالرصاص. وارد يكون طلق خطا، لان انا اقول لحضرتك على حاجه، خطا من اني مسدس. طب خليكي بس معايا حضرتك، انا هسالك سؤال، ده واحد من الجيش بس اصيب بطلق ناري بس 140 مصابين تانيين ما ماتوش، بس مش بالرصاص الحي، كان في ضرب رصاص حي. لا حضرتك لكن كثير من الذين قتلوا من المعتصمين كانوا بالرصاص الحي. يبقى اذا دي متوقع تكون طلقه جت من الطرف الاخر. انا اتخيل انها طلقه ميري، وهنستنى تقرير الطب الشرعي. بس ارجو ان يكون منصف في هذا الباب. انا اتخيل انها طلقه ميري. حضرتك انا بقول لم يكن هناك اسلحه. خدي المعلومه دي حضرتك. طب انا عايز اسمعك، اهل العباسيه كانوا بيقولوا ايه على حكايه؟ طيب اقول لك اكمل بس الجزئيه دي. تم القبض على 6 يوم
يوم الثلاث اتقبض على ست شباب كانوا رايحين ينضموا للمعتصمين الثلاث اللي فات، واحد فيهم فلسطيني وامه مصريه اللي هو واحد خمسه قبض على على الست شباب دول اللي مسكهم مين البلطجيه اللي محاصرين المنطقه. ضربوهم ضرب شديد جدا واذوهم وعوروهم بالمطاوي والسنج حتى كاد ان هم يموتوا. فتدخل بعض اهل العباسيه من ناس طيبين وبعض البلطجيه دول من ابناء المنطقه يعني، فتدخلوا وحاولوا ان هم حجزوهم على سطح بيت كويس قوي وعذبوهم تعذيب شديد جدا. فتدخلوا لانقاذ الشباب السته وقال لهم طيب نسلمهم للشرطه للبوليس يعني. فراحوا سلموهم للشرطه، الشرطه قالت نحن غير مسؤولين عن استلامهم وطلبوا الشرطه العسكريه. تم الاول ما تمسكوا في الشرطه العسكريه مباشره قيل انهم يحملون اسلحه والي وكذا، وطلع انباء زي كده علما انه تم اطلاق سراحهم. فقضيه انهم لقوا اسلحه في العباسيه انا ارى انه لا داعي للتصعيد في هذا الخط من الجهات الرسميه المسؤوله الان، لا داعي للتصعيد في هذا الخط لان الخط ده غير صحيح. الجهات الرسميه بتكذب فيما يتعلق يعني بمسجد النور، الاسلحه التي وجدت في مسجد النور. مسجد النور دلوقتي تحت ولايه مين يعني؟ مع الحكومه ولا مع ناس ثانيه؟ لا لا هو مع الحكومه. حضرتك ما دام مع الحكومه يبقى الحكومه المسؤوله. حضرتك يا فندم شوف حضرتك، انا بقول ان لا داعي، مش مساله مين اللي بيكذب، انا لا ادري من يروج هذه المعلومات. الذي بلغني هذه المعلومات وبلغ اخرين يمكن ايضا ان يبلغ المجلس العسكري ان هناك اسلحه في المكان الفلاني. فانا بقول لا ننساق وراء هذه الاخبار، بل انا شايف ان حتى لو لقينا حاجه زي كده مفروض نردم عليها. انا بقولش ما نعاقبش اصحابها، ما بقولش ما نصادرهاش، لكن بقول لا نشيع هذه الروح. الروح دي لو في ايوه يعني افرض يلاقي قطعه مع واحد او حاجه مع واحد، انا بقول فرض يعني نظري يعني ارد ده يروح يتحبس اللي قطع معاه. ماشي يتحبس يتعدم ده موضوع تاني. انا اقول لا تشاع هذه الروح اعلاميا ان احنا لقينا وعملنا، وانا اقول انا اؤكد من معلوماتي من داخل المعتصمين ان هذا كلام غير صحيح. تم الاتصال بالمهندس محمد الظواهري واقناعه بترك الاعتصام، فترك الاعتصام بالفعل واقنع الشباب قبل ان يذهب، مش اتصال مباشر عن طريق وسائط. طب اللي بيقولوها ده الهتافات دي مع الظواهري واللي معاه والملثمين ليه ماشي. تخويف وترويع الناس ترويع الناس يا سعاده النائب يعني ملثمين ولافين راسهم وماسكين الاعلام السوداء وماشيين يا اسامه طيب. ايه قالوا ايه يا اوباما صور يا اوباما كلنا اليوم اسامه اسامه طيب. احنا مش القاعده حضرتك. ومصر مش هتقبل طيب. ان يكون فيها قاعده طيب. ومصر مش هتقبل انها تبقى ده موضوع تاني ده ايديولوجيتهم ودي عقيدتهم وده فكرهم. انا عقيدتهم بتكلم لا عقيدتهم في ال... طب حضرتك كلميهم ما تكلمنيش انا في هذا الموضوع. هذا الموضوع لا حضرتك تقول لي ما نقدرش نسكت عنه. كانوا بيروعوا الناس في العباسيه وما لا يعني انا لا ارى احنا مش كلنا اسامه ولا حاجه، كلنا خالد سعيد. انا ارى ان هو قولي حضرتك كلنا خالد سعيد. كلنا خالد سعيد فعلا. الله يرحمه الله يرحمه اسامه ويديك الصحه. الله يرحمه اسامه. فبقول لحضرتك ده انا هجوم حضرتك خليكي معايا. ده انا هجوم هم يسالوا فيه. انا بتكلم ان هؤلاء الناس حتى لما اتصل بهم بعض العقلاء هم قالوا ان احنا مش موافقين على فض الاعتصام ولكن لا نوافق على العنف الهجوم على الوزاره ولا وانسحب المهندس ايمن محمد الظواهري نفسه من الاعتصام. هذا كلام حدث، انا احكي واقرر واقعه. اما لماذا هتفوا انا شايف ان هو استعراض لم يكن له داعي مطلقا ولا اوافق عليه عن نفسي.